بسم الله الرحمن الرحيم. لعمار كلمة الدكتور وهي قوله كنا بعثناكم على تنزيله واليوم نغرقكم على تأويله ظرفا يزيل الهام عن مقيله. الهام عن البطل. هذه الكلمة كنا ضربناكم على تنزيله يعني على تنزيل القرآن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم نغربكم على تأويله، على تأويل القرآن. هذه قاعدة عامة، ولو لخصها عمار بكلمة جميلة صغيرة، القاعدة العامة هي أن هناك في الأمم حالتين، حالة الصدغة وحالة الاستقامة. تحويل الناس من الكفر إلى الإسلام قد صدغت، يعني صبغة الكفر ثم صبغة الإسلام. صبغة الله ومن أحسن من الله صدغة. أذان، صلاة، مسجد، خمس، جهاد، حج، زواج أقل من العدد اللي كان في الجاهلية جائزة، الطلاق كذا، إذن كلها صدق. الأمة لها صدقة تحول إلى صدقة. ثم يبقى الشيء الثاني وهو الانحراف داخل الصدقة، يعني صدقنا لكن هناك استقامة وهناك انحراف. التقويم في داخل الأمة بعد الصدغة العامة صعوبته نفس صعوبة التسبيغ العام. وإني أظن أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان أخا لرسول الله ونفسا لرسول الله من أسبابه هذا الشيء. الإمام هو الوحيد الذي تمكن أن يحول الانحراف في داخل الصدر استقامة. وأصلا دور الإمام هذا الدور، كما أن دور رسول الله صلى الله عليه وسلم دور التصدير، دور الإمام دور التقويم. حتى أن الرسول وحده لو كان ما أكمله الرسالة، وأن عليا وحده أيضا لم يكن يتمكن من التصديق. دور الرسول التصديق ودور علي التقويم. كل الأمم هكذا، كل الأديان هكذا، كل المذاهب والمبادئ هكذا، كل الأحزاب هكذا. دخلوا بهذا الشيوعي بغضا في العراق، دخل ودخل ودخل، عن حقد على الحكومة، عن حقد على رجال الدين، عن حقد على الإقطاعي، عن حقد على المال، عن فقر، عن مرض، عن جهل، صدق. لكن هل سعيكم كلهم ينتمون إلى موسكو وكلهم يتوجهون إلى وطن الأم؟ لا، في وضع صدغة عامة صار، لكن صدغة العامة فيها انحراف وفيها استقامة بالنسبة لهم. وكذلك المسيحيين دخلوا بالمسيحية، دخلوا بالبهائية، صدغة عامة. لكن هل أن هذه الصبغة العامة هي الكافية بنظر أصحاب تلك المبادئ؟ لا. لكن دور للتصديق ودور للتقويم. أتذكر واحد من الكتاب الجزائريين وكان يسكن في فرنسا وتوفي، هذا من الكتاب الممتازين جدا واقعا، كتاب السنة الإخوان، اسمه مالك بن نبي، وكتبه كلها ممتازة في هذا الجانب. ما أقصد في كل الجوانب. هذا يقول علي قام بنفس الدور الذي قام به الرسول، ويقول إن عليا مجهول عند المسلمين. هو يقول أن حروبه الجمل وصفين ونهروان هذه تعادل حروب رسول الله في بدر وأحد وحنين.
يقول المسلمين يجهلون قدر علي ويصلح وضع هذا الرجل، لأنه كان منزها عن التعصب في هذه الكلمة، لأن كان يعيش في فرنسا وينظر إلى الأمور بالمنظار الواقعي. الإمام عليه الصلاة والسلام قام بالتقويم، والتقويم لا يحتاج إلى أن تكون في هذا اليوم موفقا كل بالكل، كما أن التصبيغ لا يحتاج إلى أن تكون موفقا كل بالكل. النبي تمكن أن يصبغ كل العالم به. هل معنى هذا أن النبي فشل؟ لا. الإمام تمكن أن يقوم كل المسلمين؟ لا. هل معناه أنه فشل؟ أم لا؟ لأن التصغير والتقويم عملان كل اتجاه وأمة ومذهب يحتاج إليهما. وفي الحقيقة لولا تقويم الإمام ما كان لتصغير رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الثمرة المنتظرة. تصبيغ صار، لكن هذا تصبيغ مواقع. وهذه الروايات التي تؤكد على انحراف الناس بعد رسول الله تريد التأكيد على هذه النقطة، وهي نقطة أنه كان تصبيغا لا تقويما، وعلي جابر التقويم. الآن مو كلامنا نحن في علي عليه الصلاة والسلام ودوره التقويمي، هذا له مبحث آخر. كما أنه يجب أن نقول أيضا ملحقا إلى هذا المبحث، وهو أن الإمام عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان يقال أنه مهمته لم يتمكن منه، ويستشهد بكلمات الإمام عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة أو غير نهج البلاغة أو قضايا. إني أعتقد أن هذا عدم اطلاع بقضايا الإمام من هذه الزاوية التي ننقلها نحن وقلناها. الإمام حقيقة إذا فرد يوم بعد كان يبقى في الحياة كان يبقى بعد انتهاء الإمام، إذا كان فرد يوم أكثر كان يبقى في الحياة في الكوفة ولم يقتل الإمام كان باقيا بعد انتهاء الإمام، يعني دوره انتهى. بناء بنى المدرسة وصبغها وزولها، يعني أعطاه الزولية وكل شيء وانتهى. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم واحد يبقى في الحياة بعد تلك القصة، قصة الغدير، كان باقيا وقد انتهت. إني أظن أن الرسول، نعم كان الرسول يبين مسائل صحيح، كان علي يبين أحكام هذا صحيح، يكشف اكتشافات صحيحة، أما مهمة الرسول ومهمة علي مهمتان تصبيغا وتقويما وانتهتما. درس الكتاب من أوله إلى آخره. علي عليه الصلاة والسلام بقضاياه الثلاثة الجمال والصفين والنهروان انتهت مهمته، بقاؤه مبين الأحكام، إمام جماعة، منبه، مطبق، بيان الاكتشافات العلمية، مو المهمة، المهمة انتهت. وقسم من الناس يتصورون أن علي عليه الصلاة والسلام، قلنا اليوم لا نريد المبحث حول علي، نريد أن نبين مثالا، كمثال نريد أن نبين. يقولون أن الإمام عليه الصلاة والسلام هذا لم يتمكن من إنجاز المهمة، وأن معاوية هو الذي تمكن. هذا أنا باعتقادي من أفضح الأخبار. يعني شلون الآن واحد يقول الآن ليل هذا قضية وقضية؟ نفس الشيء، الإنسان الذي يعتبر معاوية دارية ويعتبر الإمام مقيدا في الحق لا يتمكن من العمل. كلا الأمرين من أفضح الأحبار. أما أن معاوية داهية
باعتقادي انا معاويه من افشل الناس في الحياه. حتى هذا الناس من البلديه في هذا الشارع شو الفاشل، معاويه افشل منه. واما ان الامام عليه الصلاه والسلام كان مقيدا ما يتمكن من العمل، هذا ايضا من اخطاء الاغلاط. الإمام إذا كان الدين يقيده تقييدا يوجب تقديم معاوية، معناه أن الدين ناقص. لماذا الرسول لم يكن مقيدا أمام أبي جهل تقييدا يسبب تقديم أبي جهل؟ الإمام كان مقيدا دينا سبب تقديم معاوية، هذا كيف؟ هذا معناها أن الله تعالى جعل الدين بكيفية أن غير الدين يتقدم عليه حتى من مثل معاوية. هذا دين النقص، هذا دين لا يصلح للحياة. فمعاوية ناجح من أكبر الأخطاء، وأن الإمام كان يقيده دينه تقييدا يسبب تقديم كل زان وفاجر وفاسق ولائق من أكبر الأخطاء. الإمام مهمته التقويم، التقويم هذا معنى أصلاً. لو كان الإمام يأتي بمهمة الرسول لم يكن قد أتى الإمام بالمهمة، واحتج إلى علي بعد علي. الإمام يريد التقويم، التقويم هذا. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد التصليح، التصليح هذا. قبل أبا سفيان وقبل فلان وقبل فلان، مهمته التصليح. سبحان الله. وعلي ضرب معاويه وضرب فلان وضرب فلان، مهمته التقويم اصلا. فمهمه علي التقويم، ولو قام بمهمه التصوير لكان احتلنا الى علي بعده. ومهمه الرسول التصوير، ولو لم يقبل الرسول ابا سفيان وخالد وعمرو العاص لم ياتوا بكل المهمه، احتلنا بعد رسول الى رسول. كل مبدا، كل حزب، كل فكره، كل مذهب يحتاج إلى مصفح، وفي داخله وبعد التصميم يحتاج إلى المقوم. جاء فرضا علي محمد البار، هذا دخل في البهارية، وهذا دخل وهذا دخل وهذا دخل وهذا دخل، المهمة التصميم. بعد ذلك كل هؤلاء الداخلين مخلصون البهارية، يحتاج إلى فرد واحد اللي يأتي يفرق المحق عن المبطل. في نوائهم نحن نتلقوا أو أن عيسى جاء ودخل في المسيحية فلان وفلان وفلان وفلان، انتهى. أصلاً فلسفة جعل الله لكل نبي وصياً هو الفلسفة. والنبي قال جاء وانتهى، خلاص. لا وصيش المشاهد، وصيش العالم مثله، عالم مثله، انتهى كل شيء. موسى جاء وبين الأحكام وصبى، إلا شحت إلى وصي. وصي مهمته أن يكون محكاً. ثم في أحاديث الرسول أن علي المحك، هذا واقع أصلا. فدور الرسول إذا قام به علي احتجنا إلى علي آخر، ودور علي إذا قام به الرسول احتجنا إلى رسول آخر. دوران تقسيم أصلا معنى أن عليا أخ، ومعنى أن عليا نفس هو هذا، لأنه هذا نصفه وهذا نصفه. وعمار لخص هذه الفلسفة في كلمة صغيرة، كنا غرقناكم على تنزيله واليوم نغرمكم على تأويله. كل مبدأ، كل دين له تنزيل صبغة وله تأويل وتقويم في داخل. فعلي هذا هو دوره. وحتى في يوم كان يتضجر عن أهل الكوفة وكان يبكي وكان يضرب على لحيته، ودور التقويم، ودور العجز، مضوى الجهل، مضوى أن معاوية أدهى منه. دوره يريد التقويم، تقويم كل هذا. تقويم يحتاج إلى غرب السيف، تقويم يحتاج إلى العبادة، تقويم يحتاج إلى الطاعة، تقويم يحتاج إلى كل شيء. علي ما كان يتمكن أن يعطي الصاع إلى عقيل من ماله الشخصي. إذا تصور الإنسان أن علي لم يكن يتمكن، هذا تصوره من أفضع الباطل. المال هو مال من الأملاك، هذا أنا رأيي حصة، وحصة الغنائم كبيرة.
الامام ما كان اذا ما كان يسترجع كذا ولكن تلك الحكومه الطويله العريضه العميقه دوروا الامام واسترجع كذا دوروا الامام واعطى عقيل. لو كان يعطي عقيلا ويسترجع كذكا ويجلس قصرا ما اتى بدوره. دوره تكوين هذا هو التكوين في مكه. عقيل يجب ان لا يعطى حتى يعرف كيف التكوين. ولا عقيل اللي ما كان يتمكن حتى استراحني من بركم صاعة ما كان يتمكن من مالي شخصيتي وتدعم عن مالي المسلمين. ثم مالي المسلمين علي ما إلى حق الرسول شلون كان إلى حق يهب أبا سفيان ويزيد ومعاوية وصفوان وكل منافق والمؤلفة قلوبهم علي ما إلى هذا الحق وتلميذ الرسول دوره هو أن لا يعطي عقيلا ولو كان أعطى عقيلا لم يأتي بدوره. دوره دور التقويم. ولذلك الحقيقة أنا الشخص الوحيد اللي شفت ينبه على هذا الواقع ولو في إطار آخر ينبه. أنا من إطار شيعي جاء أنبه ومن إطار إسلامي جاء ينبه على نظرة فقط مالك ابن النبي. من الكتاب مالك ابن النبي يقول إن حروب علي كحروب الرسول. حروب الرسول تصديقية حروب علي هذا تعبير مني. حروب علي تقويمية. أما أن معاوية كان ناجح هذا أيضا من أفضح الأخطاء. النجاح للدولة أو لحكومة أو لرئيس ما هي النجاح؟ دع معي الآخر. النجاح الدنيا والمال. النجاح الراحة. النجاح السيادة طول التاريخ. النجاح سيادة المبادئ. النجاح شخصية الإنسان. هذه أرباح النجاح. نجاح الإنسان مبدئيا، نجاح الإنسان شخصيا، نجاح الإنسان أولاديا، هذه هي ميزان النجاح. أما علي عليه الصلاة والسلام فأنجح الناس في راحة الضمير والنفس. الراحة في الحقيقة مو راحة الجسم، الآن كلكم القاعدين هنا في حرب لا شك. لكن لماذا الآن تجلسون هنا وترجحون الجلوس هنا على الرواح على حديقة الحيوانات أو الأحزام الأخضر أو على البحار أو على الأقل في النفس الثالث؟ نجاح نجاح الروح مو نجاح الجسد أصلا. الإمام من أنجح الناس روحيا يعلم بأنه أدى رسالته كاملة وإن لا يأكل زيت وما يأكل زيت يلبس زر أو ما يلبس زر، يجلس في قصر أو ما يجلس في قصر. هذا ما يتخيل. إذا روحك في راحة فأنت في راحة، إذا روحك في قلق فأنت في قلق. الآن غدا يقال لك بأنك محكوم عليك بالإعدام وأنت في أجمل قصر وعندك أجمل زوجة وعلى باب دارك أجمل سيارة وأمامك أحسن الأطعمة وأنت لابس أجمل الرياش. هل هذا له قيمة؟ أو أنه يقال لك أنت غدا تكون أميرا وأنت الآن جسمك وصح وملابسك وصحة ولا سيارة لك وجائع وعطشان وفي حرب. أيهما أفضل؟ راحة راحة الروح. معاوية في قصره ومع جلاوزته ومع شخصياته في تأنيب روحي مستمر. قلنا أنه أصلاً مو مبحثنا هذا المبحث كان وإنما جررنا إلى هذا المبحث كمقدمة لبحثه. ما أدري هذا رحبه الشخصي. ثم الإمام إذا ما كان يقتل في الحقيقة كان في عدم راحة. الإمام ما كان يقتل 10 سنوات بعد يعيش 70 سنة 80 سنة 90 سنة 100 سنة وشنو؟ وبس اللي قتل أكبر شهيد شخصية يبقى لحرابات الله سبحانه وتعالى أقرام الاجتماع له. ولذلك الإمام الحسين يقول إن كانت العبدان للموت أنشأت فقط لأمر عند السيف لله أكبر. الحقيقة الإمام ما كان يقتل كان يتأثر مو أنه قتل كان يتأثر. يعني الإمام كان أقل مثل الصحابة من أصحاب رسول الله اللي كان يركض في الحرب ويريد الجنة والرسول يقول له أنت مو واجب أن يقول لا أنا أروح حتى أطع بعجتي والله الجنة. أقل فهم من ذاك الرجل؟ ما أقل فهم حتى مش واضح. الإمام إذا ما كان يقتل موسى بن جعفر إذا كان يموت بموت الطبيعي كان يجب أن يبقى له.
80 سنه 90 سنه 100 سنه عاش وما ادرك لا قدر الله سبحانه وتعالى تلك الثواب ذلك الثواب العظيم ولا ادرك هذه السرعه الواسعه هذا قريب ان يبقى له صحيح على المقارنة للمسلم جعفر لان له الدور ايضا في فتح الظالمين هذا صحيح ما اقول لي يجب علينا ان لا نبكي لكن اذا اردنا ان نحلل القضايا تحليلا عقليا منطقيا التحليل هذا صحيح هذا بالنسبة إلى راحة الشخص بالنسبة إلى امتداد الإمام امتداد الإمام فرد امتداد هائل إلى اليوم نصف المسلمين يتبعونه وعلى المعادن والمساجد والمنابر والكتب والإذاعات أكبر شخصية حتى إلى أنه معاوية كان يفكر في هذا الامتداد وكان يأتي بأمر عقلي ومنطقي كان يرجع هذا الشيء الآن أنا كشخص أرجح أي شيء أرجح امتدادا تاريخيا وأرجح امتدادا وقتيا كل عقل يرجع للجانب التاريخي حتى إذا الإمام من أهل الدنيا ولا لا وكان يفهم كان يجب أن يعمل هذا هذا الامتداد التاريخي فمعاوية قال الإمام أولاده صاروا في العالم شخصيات إلى اليوم سيد يعني شخصي خلاص هذا ما أساسه في العالم إنسان بعد 1400 سنة أو بعد 3000 سنة أو بعد 10000 سنة ولده وولد ولده وحفيده وبعد 100 الله شخصية هذا بالحقيقة قليل من الفهم يحتاج هذا الشيء كلهم يريدون هذا الشيء لكن يصلون إليه حتى المنتسبين له خطيب غير سيد خطيب علي هذا شاعر علي شخصية انتدابية هذا الشيء الثالث الشيء الرابع انتصار مبادئ الآن شوف على طول التاريخ علي يقف حائزا وفاصلا بين المنحرف وبين المسلم مثل ما الرسول يقف فاصلا بين المسلم والكافر علي يقف فاصلا بين المنحرف والمسلم مبادئه انتصر بالملايين الشيوعيين يقتلون انفسهم في الميتان وغير الاثناء لانتصار المبادئ هذا اكبر عقليه بينما معاويه شنو مبادئه التي انتصر؟ قال اننا قلنا عن الاخره وعن ثواب الله وان عليا كان كونيا ومعاويه كان اقليميا موضعيا ميثم الكون لأن فرق بين المتدين وغير المتدين، المتدين كوني وآخر يرى قبل حياته ويرى بعد حياته ويرى هذا العالم ويرى ذلك العالم وغير المتدين إقليمي صغير، عقلية صغيرة وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر موقع صغير قبل بينما هو ملايين السنين قبل وملايين السنين بعده إنسان يرى هذا المكان وإنسان يرى من فراسك ومن فراسك أيهما فمعاوية أنا باعتقادي أنه من أفشل الناس أما قلنا أنه أفشل من كل الناس البلدية واضح لأن من بيده المال والحكم والسيطرة ويفشل فلا أفشل من كل الناس البلدية فأنا عندي دينار ما عندي أكل طيب وانت عندك مليون دينار وانا عندك الطيب انت افشل مني لان انا من غير قدره فاشل وانت مع قدره فاشل فمعاويه باعتقادي متاحي ابدا فاشل في الحياه من افشل ما يكون معاويه وعلي من انجح ما يكون لا يتصور نجاح فوق نجاح علي مثل ما يتصور نجاح فوق نجاح الرسول في تصبيغه هذا أيضا لا يتصور نجاح مثل نجاحه في تقويمه ودوره في هذا الدور وضع هذا الكلام الذي أخذ وقتنا تقريبا أغلبه كنا نريد أن نبينه مقدمة لكن المقدمة صارت أكثر من المقدمة بأنه نحن يجب علينا أن نقوم بدور التقويم دور التقويم صعب لأن الآن بلاد إسلامي
كل المعادن والاذاعات لا اله الا الله رحمه الله، كل الاذاعات تقرا القران، كل الحكام يفتخرون بالاسلام. الان الاسلام صدق عام من البلاد الاسلاميه لا شك فيه، لكن الان نحتاج الى اعاده الدوله عليا في التقويم. وهذا الدور في الحقيقه صعوبته مثل دور التسوية. ما اريد ان ابالغ ان اقول ان دور التقويم اصعب من دور التسبيق، لا، هذا دور يحتاج الى التقويم بكل صعوباته. صعوبات التقويم يعني شنو؟ صعوبات التقويم قسم من الناس اغلبا يذكرون في زهد علي عليه الصلاه والسلام انه كان يعني يعجبه من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشن، يعني هل علي اسعد من رسول الله؟ هذا كان دورا، مو ان علي اسعد من رسول الله لا شك، علي عليه الصلاه والسلام. ثم اذا كان الامام يلبس اللين وياكل الطيب هل كان الله يساله؟ قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، علي أول المؤمنين. هل على مملكة الله كان يضر؟ أو هل أن الله بخيل؟ أو هل أن هذا كان يضر بالنسبة للمسلمين؟ هسه أنا كشخص محمد ألبس شي لين، كل فرقه في 50 سنة من حياتي 50 دينار، 50 دينار فلوس. علي إذا كان يأكل الخبز كل حياته يأكل خبز الليل والعسل، هذا كل فرق 50 دينار في كل حياته، لأن كل حياته 5 سنوات تعتبر، لأن تلك القطعة من الحياة مو مربوط، القطعة التقويمية مربوط. كل الفرق إلى 50 دينار 100 دينار، أو إذا كان يعطي إلى مثلا أخيها عقيل فالكمية فلوس من فلوسه الشخصية كم يضر الدين، يضر الدنيا، يضر المسلمين، يضر الفقراء، يضر العلوم، شو يضر؟ الواقع أنه هذا كان دورا، يعني أنت المقوم يجب أن تكون مثاليا كما أن المصدر يجب أن يكون مثاليا بالنسبة إلى الكفر والإسلام، بالنسبة إلى التصوير لا مثالية. في داخل التقويم يجب ان يكون مثاليا، المثاليه تحتاج الى خرج، مثاليه تحتاج الى انك لا يكون لك ولا تكون لك دار حتى تتمكن تميز عن الحرام والاستقامه. ليكون اكلك طيب، في احدى زيارات الامام امير المؤمنين اقول ما كان لاحد فيك مهمز ولا مهمز، هذا معناه يعني انت كنت طيب شكل كسمه، حتى هذا السلوك ما يخلي لك طيب واحد يقول ان هذا للدنيا يعمل ابدا. والسلطه بعد 200 سنه تجرد عن المسيحيه القبهيه، وانما المسيحيه الزهديه. والامام قال يريد خرج. والنحو يجب علينا خرج. ان تكون لك سياره محرم، وان تكون لك دار محرم، وان تكون لك تجاره كبيره محرم. وأن تكون لك شخصية محرم، لكن إذا كانت لك هذه الأمور لا تتمكن أن تقوم بهذا الدور، لا دور، دور التقويم دور صعب، يحتاج أولاً إلى خلص، يعني يحتاج أولاً إلى أن تتجرد عن كل أنانية، أنانية المال، أنانية الجاه، أنانية الشخصية، أنانية الراحة، أنانية البختخة، إذا كنت تريد دور التقويم. والذي نحن الآن وعادة الأمة، هذا أولا وهذا صعب حقيقة، 50 سنة إنزال الشكر، مخلص للمبدأ. هذا أولا، الشيء الثاني دور التقويم يحتاج إلى أكثر قدر من الذهاب. ولهذا أنا شخصيا أعرض عليا عليه الصلاة والسلام أن هو أنه وصي وإمام وحليفة وكل شيء أبدأ من الناس وأنا معاوية لا يماثلكم، معاوية أصلا
وإنما الدهر وغنيا أكبر دهر يحتاج إلى أكبر قدر من الدهر. لماذا أقول يحتاج إلى أكبر قدر من الدهر؟ لأنه حقا مميز للناس، لأن ما تجدون أبو هريرة غير صحابي الجنة والراوي وإمام جماعة والزاهد ومسلم في خطبة نادي البلاغة من خطبة نادي البلاغة أن الإمام عليه الصلاة والسلام لما ضرب الحوارب تبجح، مو تبجح تكبرا، تبجح تدريسا، قال أنا فقدت عين الفتنة بالنسبة إلى معاوية وبالنسبة إلى الجنب ما قال هذا بالنسبة إلى الخوارج، لأنك تبين تزييف أناس متدينين إلى أبعد الحدود منحرفين. قال يقول هذا فرع علي، قال أنا فقدت عين الفتنة، يعني أني أتمكن من فقد عين الفتنة. إذا كان علي لا يصلي كل ليلة ألف ركعة ما كان يتمكن من هذا الشيء. أوه أسلم الله ودينا حتى لو الناس يصلوني يصلوني أنا بصلي صلاة أخرى من أكثر. فالناس يقولون صلاة الصوم هذا أكثر، فلان وفلان هذا أكثر، فلان وفلان هذا أكثر، يشوف شغله فالفارق إيه هنا يبين الكفار. فعلي مو زاهد بالمعنى الذي نقوله نحن، زاهد زاهد فاهم أكبر من ذوق. قال علي بخطف من أجل ذلك أنا فتحت عين الفتنة، يعني أنا كنت أفهم. نعم محاربة معاوية محاربة بسهل، لأنها محاربة باطل وباطل صريح. أما محاربة الخوارج هذه أكبر الأشياء. مو محاربة سلطوية، محاربة سلطوية بسيطة. محاربة تحطيمية. قال المحاربة صح. الإنسان المقوم يحتاج إلى شيئين. الشيء الأول التجرد عن كل أنحاء الأنانية، الأنانية المالية، الأنانية الشخصية، الأنانية الكلامية، الأنانية المنصبية، الأنانية المقامية. محاربة فلان رئيس يشرب وزوجته سافرة وكذا وكذا، صح. أيها أنظر إلى زوجك، أيها أنظر إلى حمدك، أما تحارب فرد إنسان منحرف يصلي ويصوم ويتعبد ويفكر ويؤلف وكل شيء، فهذا قرار صعب. ولذلك يجب أن تكون أنت مجردا عن كل أنحاء الأنانية هذا كنت ممكن أن تحارب. يجب هذا الشيء، وهذا من أصعب الأمور. يعني صعوبة، ماذا صعوبة على رسول الله بالنسبة إلى علي؟ ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقل في احواله هذا الزهد الذي نقل عنه. سامعين يا رسول الله كان يصلي الف ركعه منه، لكن علي كان يصلي الف ركعه. الامام السجاد ايضا يصلي حتى يقطع سفيان الثوري، حتى يقطع فلان، حتى يقطع فلان. مثل نجاح ما كان يصلي اذا لا اجل هذا الشيء، ولو كلهم ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يريدون دور التكريم، دور التكريم مقابل لم يقطع. لا تطلق قارون الرجل شيء بسيط، خامه وشربه وكل شيء. أما تطليح سفيان الثوري شيء مهم، تطليح حسن البصري شيء مهم. دور التأويل الذي نحن بحاجة إليه اليوم هذا الدور يحتاج إلى أساسين. الأساس الأول أساس التجريد عن كل أنحاء الأنانية 50 سنة 60 سنة 100 سنة وكذا. يعني مو أنه الآن أنت تتزهد في الأكل لأنه في المستقبل إن شاء الله أكلك يصير دسم. على قول نسيم الشمال في شعر الله يقول مع لسان وكيل من الوكلاء المجلس، يقول چونك در مجلس بيفتم من جلو يخري هر شب تسنجل و قلو. زهدنا الآن حتى نتقدم بالمجلس، إذا وصلنا إلى المجلس كل اللي بفنجانه إمرأة، يعني 50 سنة تبني على هذا الشيء. هذا شيء وهذا صعب. إنسان يتبنى 50 سنة لأجل التقويم لا يكون له مهمزا ولا مغمز كما بيجرد عليه عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. الشيء الثاني يحتاج إلى أكثر قدر من الدهاء والنضج وأسلوب تطبيق هذا الشيء، يعني أسلوب تطبيق أنه هذا مزيف وأن الصحيح كذا.
هذا الإنسان الذي له أعصاب ويقول إني رجل عصبي، هذا الإنسان الذي ما أدري كذا، هذا الإنسان الكذا المتجرد عن سلاح الدفاع، هذا ما يسبق المتقين لا أكثر ولا أقل. يعني شرع بدوره قولاً ولم يتمكن من تطبيق الدور عملياً، وأمثلة التاريخ لنا كثيرة من هذا الشيء الذي لم يتمكن من القيام بالدور والذين تمكنوا من القيام بالدور. فلسفة حركة الأمة الطاهرين أيضا كانت فلسفة صراط الله عنه، ثم في دور التقويم، دور التأويض من العلم قبل الآن مدرسة الأمة الطاهرين عليه الصلاة والسلام التي روجت أمام تلك المدارس الفائلة التي كانت بأيديهم، لأنه كانوا يمشون على فلسفة التقويم لا أكثر ولا أقل. وإلى المموت ابن جعفر كان يقول لعلي بن يعتني ابن أبي هارون الرشيد وإبتمع وإني أضمن لك أن لا كذا ولا كذا ولا كذا يقول يا محمد. وهارون يقول له أما تأتينا؟ قال له لماذا أتي؟ قال تأتينا لتنصحنا. قال الذي يصحبك لا ينصح والذي ينصحك لا يصحب. شو يقول المؤمن هذا؟ وهو يقول لداود الزبدي ولعلي بن يعتني ولغيره ادخلوا أبوابهم وروحوا كونوا هو يبدو التقويم. لو التقويم لا يلائم الإمام الرضا لما وصل إلى ولاية العهد ما كان يتمكن على الأقل من فقير شوية كان يتمكن، لكن يريد بحقه يريد أن يكون بدور التقويم. لا الإمام الرضا هو مقتلب حق المأمون، مقتلب بمئات العلماء، علماء السوء الذين كانوا في أبواب المأمون الذين قالوا مثل الإمام الرضا صلاة وصيام وحج وزكاة وقم وعدم خمر وعدم قمار وعدم كل شيء. ما مرة غير تحكم هؤلاء كيف يحكمهم؟ بالإرادة لا تحكم معلوم. نحن الآن دورنا دور التقويم. بل نعم إذا رحنا إلى إنجلترا، إذا رحنا إلى فرنسا، إذا رحنا إلى أمريكا، إذا رحنا إلى بون، دورنا يجب أن نتصور. أي إنسان يجب يدخل الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله مثل تعميل المسيحيين. قل لا إله إلا الله تطلع. خمار قمار زاني لاقي مغيرة ابن شعبة أبو هريرة والد ابن الوليد فضل التصريح. أما إذا كنت في بلد تريد أن تقوم بدور التقويم فلوق عنك، إذا في بلد تريد أن تقوم بدور التصبير فلوق رسولك. أصلا أنا وعلم أبوا هذه الأمة خدمة التقويم عليك، التصبير محمد الله عليه وسلم. وعلى كل الخطر المشي، يعني على كل الخطر مستجين التصبيح ولا التقويم إلا إذا جاء الإمام المهدي. التصبيح يخلو أصلاً كل العالم يصير المسلم، التقويم يخلو أصلاً عن كل العالم يصير المستقيم خلاص. وإذا على كل الخطر لنا أبوان أبو تقويمي أبو تصبيحي، إذا هناك دور إن أجرد، إذا هناك دور أجرد. ولذا هذه الكلمة التي ذكرناها أولاً عن عمار قلنا ضربناكم على تنزيله واليوم نضربكم على تأويله، هذا المعنى. يعني قلنا في دور التصميم والآن في دور التكوين. ونحن الآن بصفتنا في البلاد الإسلامية والمنكرات والمحرمات والقوانين والمزيفين والمزيفات الآن دورنا نحن دور التكوين. دور التكوين يحتاج إلى شيئين كلاهما صعب. الشيء الأول الارتفاع عن كل أنحاء الأنانية أكلا شربا لباسا تواضعا تكبرا كل كله. لازم نجرد أنفسنا حتى لا يكون لأحد فينا مهد ولا مرض. الشيء الثاني احتياج إلى أكثر قدر من الدفاع، ولا أنت تصلي هو يصلي، أنت تطلب منه هو يؤذن، وهو معروف بأنه أفضل منك إسلاما. أقول على الدول هو أكثر منك، أكثر عنده مدارس أخرى، أكثر منك تحمسا للدين، مؤتمرات إسلامية وخاصين العالم، أكثر منك. في شنو عنده؟ عندك مسجد صغير هو بارع على إدارة مسجد. إمام المؤمنين ينادي بعد الليل، لكن الرجل أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما يحضر الآخر ويقرأ القرآن للصبح. دورنا دور التقويم، ودور التقويم يحتاج إلى مقدمتين
الارتفاع والصعود عن كل انحاء الاماميات والتسلح باكبر قدر من الدهاء. ونسال الله التوفيق لما يحب ويرضى.